مشاهدينا الكرام إلى هذا التغطية من معتقل الخيام في جنوب لبنان، هنا حيث نحن لا مكان لوجهات النظر، حتى ثنائية الضحية والجلاد الحاضرة في السجون لا تصلح. سنستبدلها بكل ثقة ووضوح بثنائية المقاوم والعميل، الثنائية الوحيدة الصالحة في هذا المعتقل البائد. يقال إن الأوجاع تنام ولا تموت، وقد صح القول أيضا هنا بفعل رجوع ما اصطلح على تسميته بجزار الخيام وهو عامر الفاخوري، فصحت أوجاع الأسرى المحررين وأهالي الشهداء. نحن هنا مشاهدين لأن فعل المقاومة والتصدي للإسرائيلي وعملائه لم ولن يتوقف. في هذه التغطية مشاهدينا يسرنا أن نستضيف كل من أنور ياسين الأسير المحرر. أهلا بك سيد أنور، وأيضا يسرنا أن نستضيف أحمد طالب أسير محرر ورئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين. قبل أن أبدأ معكما اسمح لي أن أتوجه إلى مراسلة الميادين، أيضا هي معنا متواجدة في معتقل الخيام بصان طراف، سوف تقوم بجولة في هذا المعتقل الذي وصفناه بالبائد بسان. نعم رانا، صباح الخير رانا لك ولضيوفك طبعا من هنا من معتقل الخيام. قصدت بداية أن أبدأ رسالتي اليوم من أمام هذه الجدارية التي تعلق على معتقل، على جدار معتقل الخيام، جدارية بعنوان عملاء إسرائيل من قتلوا الشهداء وخانوا الوطن. على هذه الجدارية قبل أن نغوص في كم كان هذا المعتقل شاهد على مسيرة عذابات لأكثر من 5000 أسير كانوا يتبعون داخل زنازينه، هذه هي لائحة بأسماء الجلادين في المعتقل ويتصدرها جون توفيق الحمصي من البلدة من الخربة، وكانت وظيفته رئيس الجلادين والمحققين، ولكن عمر الياس الفخوري الجزار الخيام يتصدر لائحة بأسماء الحرس في المعتقل من بلدة مرج عيون برتبة رائد، أما وظيفته فكان مسؤول الثكنة. نعم عامر الياس فخوري الذي بعودته إلى لبنان أيقظ لدى الأسرى المحررين الكثير، يعني من وكأنهم عادوا سنوات إلى الماضي، وكأنهم ما زالوا اليوم أسرى هنا في هذا المعتقل الذي يعني 20 سنة لن تمحو من أذهان الأسرى المحررين مسيرة العذابات والجرائم التي ارتكبها ومارسها بحقهم عامر الياس الفخوري. سندخل الآن إلى معتقل الخيام، هذا المعتقل كما قلت الشاهد على مسيرة آلاف من العذابات لآلاف الأسرى الذين كانوا داخل زنازينه، هذه الزنازين التي دمرتها طائرات العدو الإسرائيلي سنراها بعدسة الزميل مصطفى الحاج، ولو قدر لهذه الحجارة أن تنطق لنطقت بمئات وآلاف الأحرف التي تدين هذا المجرم عامر الياس الفاخوري. إذن رانا عودة عامر الياس الفاخوري أغضبت الأسرى، أغضبت العديد من اللبنانيين الذين طبعا يعتبرون أن العمالة والإرهاب هي يعني ليس وجهات نظر. اليوم من هنا عند الساعة 12 ستبدأ هذه الفعالية. صباح الخير رانا. طبعا صباح النور بيسان. هذا هو استوديو الميادين، نحن هنا منذ الصباح لنقوم بهذه التغطية المباشرة للاعتصام الذي دعا إليه هيئة الأسرى المحررين تنديدا بعودة العميل عامر الياس فخوري ودخوله بدم بارد إلى مطار بيروت. اليوم يعني هناك دعوات ومطالبات بعدم التساهل بقضية العملاء التي فتحت منذ أن جاء هذا العميل إلى لبنان. اليوم يعني المطالبة ستكون بمحاكمة علنية وعادلة لجزار الخيام، وأيضا معرفة من هي الجهات السياسية والحزبية التي سهلت دخول ومرور عامر الياس الفخوري عبر مطار بيروت، وكيف شطب اسمه عن البرقية رقم 303، هذه البرقية التي تصدر بحق
مجرمي الحرب، مجرمي التعذيب، العملاء والإرهاب. هذه البرقية أو هذا الحكم استحالة أن يسقط بالتقادم أو حتى مع مرور الزمن. أيضا معي الآن الأسير المحرر صبحي عبد الله. صبحي عبد الله، حضرتك بقيت سنتين ونص هنا في هذا المعتقل داخل زنزانة انفرادية. اليوم بعد عودة العميل سنمشي سويا لنذهب إلى الزنزانة التي كنت فيها أيام الاحتلال. اليوم مع عودة العميل عامر الياس الفخوري إلى لبنان، يعني كما قالت الأسيرة المحررة صهب شارة أنه مع عودة هذا العميل بدأت تشعر وكأنها ما زالت معتقلة، وكأنها ما زالت يعني حتى اليوم يمارس بحقها وبحق كل الأسرى أسوأ العذابات. اليوم أنت من هنا من أمام الزنزانة التي كنت فيها، ماذا تقول؟ اللي حكتهم سهى بشارة إني تعبير حقيقي عن الواقع والمرارة. نحن بعدنا مجنونين من تاريخ اعتقالنا لهلا، بعودته هو وكأنه ما انتهى شيء، حتى التحرير ما بين بهذه اللحظه اللي هو رجع فيها. والمؤسف اكثر انه عم تتسرب معلومات انه في 25 دخلوا لبنان، 25 عميل وموجودين بلبنان. نعم. بس اللي اثار الموضوع هو خطا ما بعرف شو هو الخطا اللي انه حتى بين وقام السجن الدخين. هلا نحن الواحد عم يحس بمرارة اللحظه انه نحن ما حصلنا حقوقنا، يعني اللي قاومنا وشلنا الاحتلال من هون رجع تكرس هلا من جديد. ما هي يعني العذابات التي التي مورست بحقك؟ هلا شتى انواع التعذيب، تعليق على العمود 33 يوم. هذا العمود؟ هذا العمود 33. هذا عبد الله سبع. بلش قصتنا من عند عامر، انه انا كيف تعرفت عليه بالوجه قبل دخول الصليب الاحمر الدولي، بلشوا هيئوا هن السجن. نعم، هنا كانت في الزنزانة. هنا الزنزانة. مصطفى الحاج سندخل معك الى الزنزانة لنستذكر ونستحضر بعض من مسيرة العذاب التي عشتها انت والعديد من الأسرى هنا. وعادت اليوم مع عودة العميل. كانت 90-90 بالأساس، هلأ رجعت كبرت وقت في الصليب الأحمر، هذه قاعد فيها 6 شهور. سطل الوسخ هو حد مني بده يكون. طوة الجيران يعني ساعة ليهم بطلوع ساعة نزول، لأنه ما في مجال لأنه بده يرتاح جسمي، وأكثر الأيام رجع نام أنا واقف لأنه جسمي ما عاد يحمل، رجع أنا واقف نام. ساعات النوم قليلة يعني فيك تحسبين بالدقايق، فيش نوم كامل، عادة عن تخبيط على الغرفة إنه كل ما بده يتسلى فينا بيخبط ضربة على الغرفة وبيضل رايح هو، يعني زعق بالليل حتى يضلنا موترين نحن. هذه القصة، هذه 6 شهور اللي قعدت فيها، رجعت انتقلت على السجن الثاني على هذاك. نعم. يعني بعد فترة وبلشوا التحضير ليدهنوا السجن ليفوت الصليب الأحمر. طيب شكرا للأسير صبحي عبد الله، طبعا سنكون معكم حتى انتهاء هذه الفعالية بقصص كثيرة سنرويها مع الأسرى. عودة إليك رانا. شكرا لك بيسان على هذا الجولة في المعتقل، وأيضا على يعني إطلاعنا على هذا الشهادة للأسير المحرر صبحي عبد الله. بالتأكيد سوف يكون يعني لنا معك مداخلات عديدة خلال هذه المواكبة للاعتصام المرتقب للأسرى المحررين وأيضا لأهالي الشهداء ولكل من يعترض على دخول العميل عامر فخوري إلى لبنان وكأي شخصية عادية، وكأن أيضا يعني لم يرتكب أي جرم أو أي إثم. نبدأ بهذا التغطية وأبدأ بداية معك سيد أحمد.
شخصيا ما الذي تعرفه عن هذا العميل الذي كان قائدا عسكريا لأكثر من 10 سنوات لهذا المعتقل معتقل الخيام؟ أعرف بأنك لم تكن في هذا المعتقل ولكن أيضا من خلال التواتر. كل ما يندى له الجبين. كان السيدة وحشة وكأنه عنده عقد نفسي، كان يحاول يطبيع على المعتقلين من خلال التفنن بأنواع التعذيب، من خلال الحلقات اللي كان يعملها بخصوص التعذيب، من خلال التعليق على العمود والاستشهاد بعد الأسرة. كل شيء ممكن تحط فيه، يعني أي جزار بالعالم مرق وصفات فيك تشيلون كلهم جميعهم تحت عنوان عامر الياس الفخوري. مشان هيك الأسرة من زمان، يعني مش جديدة، من 2000 كل واحد كان يطلع يكون يقول فيه جزار معتقل الخيام عامر الفخوري، يعني مش وصف جديد هيدا. هذا وصف قديم لما كانوا يعمله ويمارسه على الأسرة. طيب ربما بنفس السؤال أذهب إلى سيد أنور. سيد أنور، يعني محاولة عودة العملاء تستفز الأسرى المحررين وأيضا أهالي الشهداء يعني على وجه الخصوص، وهذا أمر طبيعي لا شك، من خلال يعني حضرتك أيضا أسير محرر، من خلال هذه التجربة ربما أيضا لو تنقل لنا شهادتك فيما خص العملاء. بداية اسمحيني بما أنك جيتي على ذكر عوائل الشهداء أن نتقدم بالتحية لأرواح الشهداء اللي اليوم عم نشعرها أنه هي عم ترفرف حوالينا بهذا المكان اللي عاشوا فيه قبل استشهادهم على أيدي الجلادين وعلى رأسهم عامر الفخوري. تحية إلى كل من عانى، إلى كل من تعذب، إلى كل من تكهرب، إلى كل من سلخ جلده في هذا المكان. والزميلة بيسان ذكرت أنه لو الحجارة بتحكي كانت تنطق بصرخات اللي كانت عم تسمعها هاي الحجار من الأنات ومن صرخات الأسرى المعذبين في هذا المكان. على قد هيك نحن كمناضلين، كمقاومين، كوطنيين كنا عم نشكل نوع من العناصر الإيجابية، العناصر اللي ذات مناعة عالية لمواجهة مرض اسمه الاحتلال الصهيوني وسرطانه العملاء اللي بداخل الجسم. اليوم عودة هذا العميل مش بشكل شخصي كهو، يعني لأنه ظاهرة العملاء هي بحد ذاتها هي مرض السرطان للعدو من خلال إدخال، من خلال دخوله على أرض لبنان زرع هذه البذرة، هذا الجراثيم بداخل جسم هذا الوطن. محاولتنا أنه مواجهته كان كنا منتوقع أنه ظهرنا محمي كمقاومين. للأسف عم نكتشف من خلال عودة عامر الفخوري أو مجموعة، عم نتحدث اليوم عن 30 عميل دخلوا بنفس الطريقة، وهون صار في خلل تقني ممكن بكشف موضوع عامر الفخوري. فهذا الشيء بخلينا نعود نحذر من أول وجديد، نعود نستعيد دورنا الأمني على الأقل لحماية ذاتنا، وعلى الأقل نحمي ظهرنا، لأنه إذا في بداخل الدولة اللبنانية ناس هالقد متواطئين مع عودة العملاء فهون في علامات استفهام كتير كبير، وهذه برسم كل أحرار البلد، كل الأحرار الموجودين كان بالسلطة ولا خارج السلطة، أنه يعرفوا مين هذه الأدوات، مين هذه القنوات اللي مرتبطة بالعدو الصهيوني، مرتبطة يعني الأمريكان اللي عم بيدخلوا هذه السوسي من أول وجديد، هذه الأمراض إلى جسم الوطن لأهداف خطيرة في المستقبل. نحن اليوم بعدنا عنا قوتنا المقاومة، عنا يعني مناعة كبيرة في الوطن، ولكن تخيل لما بتصير تدخل هذه لوثات وهذا الجراثيم إلى جسم الوطن وبينتشروا مثل ما كان وقت الاحتلال، كيف كانوا عم بيمارسوا أدوار بشعة وإجرامية بداخل، قد تعود إلى تنتشر بكل الوطن لما عم يرجعوا بهذا الصفة أنه معه جنسية إسرائيلية، متزوج من مجندة إسرائيلية وعنده أبناء من هذه الصهيونية، ذهب بجواز سفر دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يحصل على الجنسية الأمريكية كمان بصفة يعني شيء مرأيينه، لأنه بتعرف العلاقة ما بين الأمريكي والصهيوني هي علاقة وثيقة وقوية جدا، ودائما قوة هذا العدو بقوة الإسناد والدعم اللي عم يجي من الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بيحاول يعملنا لا في فارق، نحن ما بنقدر نعادي هون ونعادي هون. طيب ما هو عم بيعاديك، هو عم بيدمرك، هو عم يدخلك كل الأمراض إلى هذا الوطن وعم يحاصرك من كل الجهات، وعم فقط بيترك لك خيار واحد وأنك أنت تمشي بخطه لا له كرامه ولا له حريه ولا له سياده. سيد أنور، يعني تحدثت عن ان ربما هذا العميل قد كشف امره يعني لدى دخوله الى لبنان، تعتقد بان الكشف اتى بالصدفه هذا بدايه، ومجيء هذا العميل في هذا التوقيت هل للتوقيت ربما خصوصيه اليوم، هل له دور؟
أنا يعني في الوقت اللي نحن اليوم نتحضر للاحتفال بانطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية اللي كمان منوجه تحية لكل شهداء لكل مناضلين لكل أسراها وجرحاها، نحن بالذكرى 37 لانطلاقة المقاومة اللي كانت العمود الفقري لدحر هذا الاحتلال إلى جانب كل المقاومين الآخرين في دحر هذا الاحتلال و يعني تصفية عدد كبير من العملاء ودحرهم مع هذا الاحتلال لما ننسحب. بهذا الوقت إجا كأنه مش صدفي، يعني كأنه في شيء لتسميم هذا الجو، يعني شهر أيلول هو شهر الشهداء، شهر الصمود، شهر التحدي. هذا الدخول بهذا الوقت بشخصية مثل عامر الفاخور اللي هو كان مسؤول الحراسات بداخل سجن الخيام، يعني كل الأوامر اللي كانت تعطى لعناصر الحراسات بأذى المعتقلين وبتعذيبهم بسحلهم بشبحهم بتعليقهم على العمود كلها كانت تجي بأوامر منه. هذا الرمزية اللي بيحتله ودخوله بهذا الوقت وقد اعترف بذلك واعترف أنه هو مستمر. أنا أشك أنه هذا العدو لما بيوصل لرتبة رائد بهذا عند هذا العدو أو عند العملاء يتوقف هذا الدور، لأنه هو لما دخل هو استلموا نقطة ضعف عنده، هذه نقطة الضعف وسعوها أفرغوه من كل كيانيته الوطنية من كل إحساسه بالكرامة الإنسانية وبالكرامة الوطنية ليقدروا، من صار مجوف من جوا أمتى ما بدهم بيزرعوا فيه هذا المرض لحتى يكون دائما أداة عنده. يمكن اليوم كلفوه أنه روح ارجع مواطن عادي ونضيف ملفك، عم نشتغل مع جماعتنا جوا ننظف لك ملفك وبيرجعوا كل الباقي، بس أيمتى ما بدنا هذول هني إلهم مفتاح عند العدو الصهيوني، علينا أن نكون حذرين بهذا الشيء. ونشير مشاهدينا كما قلنا سابقا بأن هذا المعتقل على موعد مع فعالية احتجاجية على مجيء يعني عامر الفخوري إلى لبنان مجددا. يعني في هذه الأثناء هناك مظاهرة تدخل إلى المعتقل، هناك يعني تطلق الأغاني على وقع هذه الأغنيات. سيد أحمد أعود إلى كأسير محرر، برأيك يعني أين يكمن الخلل اليوم في تجرؤ عميل بهذه الرتبة يحمل الجنسية الإسرائيلية وبعد ذلك يحمل الجنسية الأمريكية إلى الدخول بكل بساطة عبر مطار بيروت وهو على ثقة بأنه يعني لم يكن ليتم توقيفه، خصوصا إذا ما نظرنا إلى القانون اللبناني، القانون اللبناني تقريبا هو متشدد يعني إزاء العملاء إذا ما نظرنا إلى المواد المتعلقة بالعقوبات. للأسف نحن عايشين ببلد هجين، يعني احنا بنعتبر ان الخلل هو يبدا من اعلى السلطه، من هرم السلطه كله من الاعلى للاسفل، يعني ما فينا نحط نحن هذا الخلل بمستوى معين من السلطه، لكن هو يبدا من السلطه السياسيه العليا لاقل جندي عسكري بالدوله اللبنانيه تحت اي مسمى كان، كان عسكري كان امن داخلي كان هالصفات. هذا العمل ما بيقوم فيه شخص لحاله، يعني انت لما بينضف ملف عميل مثل عامر الفخوري وفي عملاء كثير مثل ما تفضل خلينا قالوا انه صاروا متاكدين نحن متاكدين انه صاروا هن موجودين داخل لبنان خلال هالاربع اشهر، مش من سنه بسنتين، خلال هالاربع اشهر عامر الفخور اجى، ويمكن لو ما بالصدفه او حدا معروف هالاسم لان له التفت له بكل مرق ومرق غيره كمان. هذا يعني انه في شيء داخل السلطه الدوله اللبنانيه، السلطه اللي من جهه معينه سياسيه وامنيه عم بتنسق هذا الموضوع لامر ما. يعني واحد مثل عامر الفخور برتبة رائد مع جنسيه صهيونيه مش متخلى عنا، ما بتمر عليه الفتره الزمنيه مثل ما بقول القانون اللبناني. والخطوه الاولى كان الخطا الاساسي هو انه بعد التحرر الدوله اللبنانيه من اجل فئه ما كمان للاسف انه كان في تساهل، ما في عميل الحكم بما يجب. كانوا يعني وكانه كان مطلوب من المقاومه انه تندم انه ليش تعاملت مع العملاء باخلاقيه، كان لازم تعمل مثل الثوره الفرنسيه. طيب يعني قلهوها. هناك اتهامات يعني تساق في هذا الإطار، رغم أن يعني لم يتبنى أي طرف لبناني هذا العميل ولا حتى يعني أعطى أي تبرير ربما ولو مخفف يعني لدخول هذا العميل. بالله عليك يعني في ملف بلبنان حتى تبنى سياسة على طول بيطلع بعض الأشخاص، يمكن هلا يكون الضابط اللي رافقه نحن بنطالب إقالته أكيد، يكون هلا هو كبش المحرق يعملوه. يعني ألا يجب لك أن ننتظر؟ ألا يجب أن ننتظر التحقيقات؟ لا أكيد لا، يعني نحن ببلد قلت لك بلبنان لا يوجد تحقيق، نحن لا نؤمن بتحقيقات بما يتعلق بالعملاء، لا نؤمن. كل ملف بلبنان له جاسيسي وراه ما في نتيجة سليمة عادلة.
للأسف القضاء معظم مرتع النسبة صار عندنا بلبنان. مش هيك نحن نعتبر الجهة التي أدخلت عامر فخوري ومن قبله ومن بعده هي جهة فاعلة بالدولة اللبنانية إلى نسب الأجهزة الأمنية للقضائية. وهذا الموضوع يمكن هلا القرار اللي اتخذ هو تحت الوضع الشعبي، يعني الضغط اللي صار يعني والحركه، يمكن يكون هلا لاخماد هلا الحركه هذا الفور عند الشباب الاسرى عند المواطنين اللبنانيين الشرفاء يعني من كل الطوائف اكيد، لبعدين يرجع يمروا بشكل طبيعي. نحن لا ثقه لنا هجاء سياسي اكيد مش رح تعترف ورح تشتغل على غيره، يمكن في خبر كمان انه في حدا فات من يومين صحيح. كمان يعني بعد التحركات اللي صارت، يعني هذه جاء عندها هدف معين في مشروع معين لهالبلد عم يرسم. ربما من تتحدث عنه هو توني أسعد نصر، يتم الحديث أو تداول هذا الاسم عن أنه دخل إلى لبنان صحيح. منذ يومين، هل توافق سيد أنور توافق الرأي أن المكمن ربما مكمن الخلل هو في السياسة وليس في القوانين؟ صوفيا أنا بدي أرجع يعني لفترة التحرير، لفترة التحرير كيف يعني تعاطت المقاومة بأخلاقية عالية وب تعاطف أو على الأقل سلمت هذا الملف ملف العملاء كي لا تترك آثار سلبية على تداعيات سلبية على نشاط المقاومة على يعني ما قامت به المقاومة، سلمت هذا الملف للجهاز القضائي اللبناني. وكنا نأمل والمقاومة أنا بتقديري اليوم تشعر أنها أخطأت في تلك الفترة، لأن العميل عندما كان يمر أمام عوائل الشهداء و هذه لحظة كان مفروض يكون في محاكم شعبية ميدانية لمن مارس القتل، مارس السحل. دول متقدمة اليوم تتغنى في كيفية إعدام عشرات ومئات وآلاف العملاء في ساحات عامة. نحن كان علينا وأنا بتقديري كان هناك ثقة معينة في القضاء أن يأخذ حق من استشهد ومن مورس بحقه التعذيب، من جرح، من اعتقل لفترات طويلة عند هؤلاء العملاء. ولكن للأسف هذا النظام بتركيبته الهجينة بتركيبته الطائفية العفنة التي أصبحت عائق أمام تطور هذا الوطن أمام استقلالية هذا الوطن، هو يحمي كل حدا بيفكر حاله أنه إذا بيحمي عناصر من طائفته هذه لوثي بداخل طائفته عليه أن يخجل فيها. أي واحد بدافع عن عميل بهذه الطائفة أو بهذه الطائفة هو شريك بهذه العمالي، لأنه هو مفكر حاله عم يحمي طائفته، هو عم يفسد طائفته، عم بلوث طائفته بوجوه لا طائفة لها. هؤلاء العملاء لا طائفة، لا مذهب، لا دين، لا أخلاق، لا انتماء إنساني، هؤلاء مجردون من كل هذا. نحن ليس ثأريين. إذا أنا بدي روح بجانب الثأري، أنا كنت مثل ما كتير دول كما تحدثنا أنه كانوا يروحوا على بيوتهم يصفوهم وخلاص انتهينا، بس نحن لمن سلمنا هذا الملف للقضاء على القضاء كان أن يتنبه لثقتنا فيه ويعطينا على الأقل قد ثقتنا فيه أن يحاكم هاي الناس بالطريقة المناسبة، ليس أن يحكم عميل مارس سحل المقاومين يربطهم بجنازير خلف سيارته ويمر فيهم بالقرى أمام أهلهم أمام أصدقائهم أمام شعبهم ليصير اللحم ذايب على طرقات على الأسفلت بالضيعة ويظل الهيكل العظمي فقط معلق بالسيارة. هذا المشهد عليه أن كان كل قاضي بده يحكم يعرف أنه هذا العميل اللي قدامه مارس هذه البشاعات، وأن يدقق بما نقول مش عم نقول نحن عم نصدر يعني أحكام، نحن مش قضاة، بس نحن مورس علينا هذا الإجرام، عم نقلن للقضاة وللنيابات العامة إنه شوفوا هاي الأشياء، اسمعونا، اسمعونا ودققوا بما نقول، خذوا الحقيقة وحاكموا وفقا للحقيقة، اللي كان مجرم حاكموه كمجرم، اللي كان بده إعدام عليه أن يعدم، واللي كان متورط بسبب نقطة ضعف معين فليكون هناك أحكام تتناسب مع هذه الجرائم التي ارتكبت. ولكن العمالة بحد ذاتها هي تهمة، هي لابد من محاكمة، ولكن هناك جرائم زيادة على العمالة اللي هي شعار وهي خيانة عظمى مفروض المحاكمة عليها، هناك جرائم تزيد على العمالة هناك بزيادة محاكمات إن كان للإعدام أو المؤبدات أو أحكام. سيد أنور، لا يمكن أن يكون هناك عملية تضليل ما لأسماء بعينها، يعني من يعني يضع في تصوره أن عميل بهكذا رتبة يمكن أن يدخل إلى لبنان دون أن يحدث أي ضجة أو يعني دون أن نرى هذا المشهد الذي نراه اليوم؟ أنا أول شيء بدي وجه تحية لعنصر الأمن العام اللي قام بواجبه الوطني، لأنه أنا لو بقدر اليوم كأسرى محررين أن نعرف من هذا العنصر الوطني الشهم
الإنسان يعني الحر اللي لربما يعاقب، ربما الأفضل له أن يبقى مشهول الهوية. يا ريت نحن بنقدر نوصل له لنكرمه كأسرة، لأنه هو أعطانا على الأقل كشف لنا طرف خيط لشيء خطير عم يحدث بالبلد بهذه السلطة السياسية اللي قلنا سلطة محاصصات طائفية، بفكر كل واحد أنه هو عم يتربى على عرش المزرعة تبعته، بالتالي هو يضل عم يدخل سوسة ليدمر الهيكل عليه وعلى غيره، ولا مش حنسمح بهذا الشيء. وهذا يعني التحية لهذا العنصر الأمن العام اللي بالفعل عطانا طرف الخيط، بس هذا الطرف مش لازم نوقف عنده، لازم نكمل، ونحن مكملين، نحن مكملين لنكمل كل الناس اللي عم بيسهلوا عم بينظفوا الملفات للعملاء، اللي عم ينحكي عن 60 عميل عم يتحضروا، عم تتحضر ملفاتهم، تتسكر ملفاتهم على المستوى الأمني وعلى المستوى القضائي وعلى المستوى يعني كل الأمور القانونية لحتى يرجع هو وسليم، هو مواطن ويمكن يصير أحسن مني بمكان. إذا في هذا الجهة اللي عم تغطيهم واللي عم تساهم بعودتهم بهالشكل، إذن في خلل أكبر منهم، يعني في عمالة بداخل السلطة تابع للأمريكان وتابع للصهايني، وهن أخطر لأنه ها مستلمين مناصب وطنية بين هلالين وعاملين مواقع رسمية، إذن هن عم بنسقوا بطريقة خطيرة جدا، وبالتالي علينا أن نكمل مشوارنا في مواجهتهم حتى نعزل هذا الوطن من كل الخونة، إن كان اللي بالداخل ولا اللي عم بيحاولوا. سأعود إلى مسألة مرسوم 303 ومسألة ربما شطب بعض الأسماء وتنظيف سجلاتهم من هذا المرسوم، ولكن سيد أحمد، النيابة العامة العسكرية ادعت على العميل فخوري بمواد قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام. هناك جلسة استجواب يوم الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية في بيروت. هل المسار القضية من الناحية القانونية القضائية هو مرض حتى الساعة؟ مبدئيا ايه، يعني هذا الموضوع اللي في تحيات كمان اللواء عباس ابراهيم اللي بدل ايقافه مثل العنصر المتوجه خينا انور، اعطانا مجال نحن كأسر المحررين للمبادرة من الناحية القانونية، لان القانونية حسب معرفنا اذا ما في دعوة شخصية ما في شيء شخصي مقابله مباشرة بتلاقي له مخرج قانوني. قلت لك نحن بلبنان، هلا بعطيك مثل، فبكره رح يكون هلا رح يكون في اعلان عن دعوه باسم 10 اسرى محررين كبدايه كخطوه اولى لعوائل الشهداء اللي استشهدوا تحت التعذيب بسبب فخوري وغيره من الاسرى والاخوات والاسيرات. مبدئيا نحن نرضى لان هذا يعطينا مهله للتحرك، يعطينا منفس للتحرك بشكل قوي بجانب القانون، لان هذا الموضوع القانوني حسب ما عرفنا المحامين عم بيتابعوا نحن اليوم لا يكفي. فبدا دعاوى في تحركات مفترض نقوم فيها وتحركات قانونيه بهذا الجانب مشان نضبط الايقاع التحرك القضائي ما يرجع يفلت من خلال الضغط السياسي عليه. هل بداتم تلمسون اي ضغط سياسي يعني حتى الساعه؟ يعني ضغط بشر من اول لحظه اللواء عباس ابراهيم اعتقله، ضغط البلش من وقتها من لحظتها، ولكن بعد انكشاف امره بعد اللبناني والامريكي من اول لحظه تعرض اللواء عباس ابراهيم للضغط، من اول لحظه تم اعتقاله فيها، ولكن بعد انكشاف امره بعد ما تم تداول كل يعني سجله يمكن وصفه بالمخزي، هل يعني للتدخلات السياسيه في موقع؟ في عنا بلبنان اسمها بتستحي من سياسيه وغيره. بدي اعطيك مثال الاخوان يمكن اول مره بنحكي فيه بالاعلام. من كم سنه وقت الياس شبتيني، القاضي الياس شبتيني بلشت تعفي على العملاء طلعوا باخفاف محاكم والقضية مدتهم. كان عندنا تحرك نحن كلجنه اسرى، من بيناتها كان في لقاء مع بعض القضاه بالمحكمه العسكريه اللي كانوا يقضوا هيدي الاحكام. فعم نحكي انه كيف بيطلع؟ انه هيدا عميل، اما احد القضاه بدنا عسكري، مين بالكم عميل؟ في وجهه نظركم انتم. نص البلد بقول مش عميل، ليش بدي اخذ وجهه نظركم؟ ليش اخذ وجهه نظر الاخرين؟ وللاسف رئيس الغير يعني ماسوف على رحيله ميشيل سليمان اللي كانت بالطهاره عينا وزيره للقاضي ليش شبتيني، لانها تعاطت بهالطريقه المتساهله، لكن هو يد بهذا الموضوع. فاظن من القاضي عسكري بمحكمه عسكريه بينظر للموضوع مش من ناحيه امن الوطن، من ناحيه انه هي وجهه نظر عند قصهم وجهه نظر اخرى، فكيف انا بدي اوثق بعد؟ كأسير محرر كمواطن لبناني كيف بدي اوثق بمستقبل البلد وين رايح؟ طيب سيد انور، يعني من الواضح بان المسار القضائي يبدو بانه طويل، من الواضح بان سوف يكون هناك ايضا متابعه ان كان من اهالي الشهداء وان كان من الاسرى المحررين، حضرتك ايضا قمت بخطوه في هذا الاطار.
نحن أعطينا وكالة لمجموعة من المحامين لتبدأ الجانب القانوني بهذا الموضوع، ولكن مثل ما تفضل فيه الأخ أحمد أنه ثقتنا بالقضاء لما مر علينا من تجارب مع القضاء مش كتير قوية، ولكن بظل رهاننا أنه يكون بهذا القضاء بهذا الجسم المريض يكون في نواة صلبة، يكون في نواة مخلصة، يكون في نواة قضائية وطنية تفهم شو معنات هيدي اللوثي إذا نحن ما نتساهل فيها وين خطورتها، وما تخضع للقوى السياسية اللي هي مسارها متناقض مع مسارنا نحن كمقاومين. أنا بقول لك في خيار سياسي بالبلد من زمان نحن كنا عم نواجه، ولما كنا عم نواجه العدو الصهيوني كان ظهرنا عم بيكون مكشوف منهم، وكانت يعني حتى شفناه نحن حتى بحرب تموز العدو الصهيوني كان عم يقصف بيروت وعم يقصف مناطق وعم بدمر المنازل، وهن مجتمعين مع وزيرة الخارجية الأمريكية بطاقم سياسي كامل وعم بيقولوا له كيف يتكتكوا، يعني كيف ممكن يكملوا وكيف ممكن يكسروا شوكة المقاومة وكيف ممكن يرجعوا لبنان للعصر الحجري. هذا الخيار السياسي على كل الأحرار بهذا البلد، على كل الوطنيين، على كل المخلصين بالقوى السياسية وبالقوى القضائية والمدنية والشعبية أن تتكاتف، أن تتكتل، أن تجتمع في خيار سياسي واضح لا لبس فيه. لبنان العربي الوطن الديمقراطي الحر المواجه للمشاريع التقسيمية، المواجه للمشاريع الطائفية، المواجه للكيان الصهيوني، المواجه للسلطات الإمبريالية الأمريكية، لأنه هذا السرطان المزروع هو ما دعوم دائما عم يتغذى من هاي الإمبريالية. ما فينا نفصل في بالداخل، لا في قوى سياسية مصلحتها الأنانية اللي على حساب الوطن أن تكون في هذا المسار السياسي، ودائما عم ينكب عليها أموال، وبتعرفي أنت من وقت فيلدمان يعني قال إنه في 500 مليون دولار انكبوا. لكن هذه الأصوات ألم تخفت قليلا؟ هي مثل حيط التبن، يعني بتدخل تحت التبن لفترة لحتى تطلع براسة وطاعس. خلينا نكون حذرين بشكل واضح، أنا بحكي في ناس العدو انت تواصلوا معه، كان الامريكي والله الصهيوني لما تواصل معه قال له البد هلا اقعد هلا مش وقتك، هلا طور حالك، قدم عندك وجوه شبابيه نشطه مخلصه، يمكن بتحارب الفساد، يمكن كثير هذا الشعار اللي صار عم يجذب الناس بحارب الفساد، بس ويوما من الايام هذا المسار السياسي بمحاربه الفساد سيصب في خانه معادله الوطنيه ومعادله القوميه ومعادله الانسان والحريه. اسمح لي سيد أنور وأيضا سيد أحمد أن نعود مجددا إلى بيسان. بيسان هل تسمعينني؟ أعتقد بأن لديك أيضا ضيف. نعم رانا. نعم معي الأسيرة المحررة كفاح عفيفي طبعا معي هنا، ولكن أود بداية أن أقول أنه عند الساعة 12 ستبدأ فعالية هنا، بدأ الناس والمشاركون والمتضامنون أيضا بالتوافد إلى معتقل لخيام، أسرى محررون أيضا إعلاميين وأيضا أحزاب وأسرى من كل الطوائف ومن كل البلدات اللبنانية. كفاح، 6.5 سنين قضيتها هنا في معتقل لخيام، كنت شاهدة على الكثير من الجرائم التي مورست بحقك وبحق آلاف الأسرى، وطبعا كنت شاهدة أيضا على انتفاضة 89 اللي قام بها وشارك فيها جزار لخيام العميل الإسرائيلي عامر الياس الفخوري. لنستحضر معا يعني مسيرة العذاب التي عشتوها. ليك الأكثر شيء بحز بنفسك أنه عميل إسرائيلي عذب ونكل بأسرانا، نكل فينا، استشهد من خلال تنكيله أسرى بقلب المعتقل جراء التعذيب والاضطهاد. يعني أنا ما بنسى أبدا تاريخ 27/11/89 وقتها كنا قاعدين بالغرف، أنا كنت بغرفة رقم 3 نسمع صريخ وأنين من داخل سجون الشباب المعتقلين، فمنبلش لا شعوريا أن احنا منصير نكسر على البواب ونطلع على الشباك والله أكبر على طول حسنا، وهيك فجأة منسمع أنين الشباب وصريخهم يعني بدون فترة طويلة، وإحنا عم نصرخ ما منلاقي الباب إلا بيفتح علينا غرفة رقم 3 بيكون أبو نبيل الحمصي
رئيس الجلدية، رئيس الجلدية المجرم، هيدا المجرم. وعامر فخوري ومحقق ثالث اسمه وائل بيسحبوني من شعري، انا واقفه على الشباك وماسك الحديد بايدي، بيمسكني بشعري، اول لبطه بيربطني اياها من رقم 3 لرقم 5، ثاني لبطه من رقم 5 على صوبيه الصوبيه وهي مولعه، يعني العالم بس لو بتعرف شو عملوا هالعملاء الانزال اللي باعوا ضميرهم، باعوا وطنهم بشوية دولارات، لو عرفوا شو أسادنا مخبي تحت تيابنا للعالم كلها تقوم عليهم. إحنا بعدنا الحديد هلأ، عن جد أنا بستحي أقول إنه أنا مش عايش كإنسانة، كداخليا أنا مش عايشة. لما إنسان مثل عامر فخوري بده يغتصبك، لما إنسان مثل عامر فخوري حليب الأم كبلياته بقلب الحوض للأم كرمال ما تطعم ابنها، كرمال ينتزع ابنها منها ويفوتها على الزنزاني، العالم لقيمتين ساكتة، لقيمتين بدنا ضلنا ساكتين. أنا ما بنسى أبداً ب 24 الشهر لما كنت بالغرفة، بغرفة رام 24 بالتحديد، كنت جايبيني من المستشفى على أساس ميتة، عم بتغير لي ممرضة، مش ممرضة للأسف، السجانة اسمها تغريد على الجرح، رفعت لي على كلوتي عم بتجد. فقام إجا هو عامر فخوري وأبو نبيل وحطوا السيجارة بقلب كلوتي، يعني أنا ما بعرف شو بنستنظر من العالم تضلها ساكتة. اليوم بشو بتطالبوا مطالبكم؟ ليك أنا حلم حياتي من الدولة اللبنانية رجاء وطلب، إحنا نواجهه، خلونا نواجه نحن هالعميل، خليه بس يشوفنا شو عمل فينا بس. وعم نطالب أكتر شيء إنه يتعاقب بقلب سجن الخيام بالمكان اللي هو كان رئيسي علينا فيه، اللي كان يؤمر. ولك يا عمي نحن ما كانش في عنا أسماء بقلب المعتل، كنا مجرد أرقام عندهم. 2237 ما يعيطولك باسمك، ما يعيطولك إلا من الزنار ونازل، هيدا أسماء لأن بس نفسنا. وحياة الله ما بدنا شيء من الدولة اللبنانية، بس تخلينا نواجهه ليشوفنا، ليتعرف علينا أنه نحن بعدنا واقفين. وهو اللي عم ينزل ونحن عم نتفرج عليه ويتعاب بقلب سجن الخيام مطرح الظلم اللي عملنا فيه والاضطهاد والقهر. بس وإكراما للشهداء، للشهيد بلال سلمان وابراهيم أبو عزة اللي بعد أصواتهم لحديت هلأ بدينينا. تعرفي أنه أنا بس سمعت أنه إجا عامر فخور لأول مرة بكي من القهر، لاني عن جد حسيت حالي انه رجع جرح مفتح، فتح لنا اياه من اول وجديد، انه بتحاولي انت قد ما فيك ترممي. بس لما سمعت انه فات على لبنان بطريقه شرعيه، والله العظيم لاول مره ببكي لاني حسيت اني هلا انجرحت، هلا انه حقنا خلص راح. يعني بدل ما الدوله اللبنانيه تكرم الاسرى والمعتقلين، حسيت انه نحن مجرد هيك ناس خلص باعونا، باعوا أسادنا، باعوا لحمنا، يعني أكتر من هيك شو بده الواحد يحكي. نعم رانا، يعني هذه شهادة الأسيرة المحررة كفاح عفيفي، هي شهادة من مئات وربما كمان آلاف الشهادات التي يعني قد يرويها الأسرى، وأيقظها أو يعني استيقظت مع عودة الجزار لخيام العميل الإسرائيلي عامر إلياس الفاخوري طبعا. وهنا معتقل الخيام هو الشاهد على هذه المسيرة، مسيرة العذابات التي عاشها، واليوم أعيدت أو تم إحياؤها من جديد مع عودة عامر الفاخوري إلى لبنان. نعم رانا. للأسف يعني بسان، يعني نحن يعني نشعر بهذا الألم وبهذا الوجع الذي تتحدث به الأسيرة الفلسطينية المحررة كفاح عفيفي. يعني للأسف أعود مجددا إلى ضيوفي هنا. نعم سيد أحمد، البعض يركز يعني على أن التحقيقات لن تشمل سوى العميل والعميد الذي رافق العميل، بالتأكيد البعض ينظر بعين غير راضية إلى هذا المسار. بطبيعة الحال العمالة ليست وجهة نظر، وهذا يعني يشدد عليها الجميع، ولكن عودة هذا العميل أعادت ملف ما يسمى بالمبعدين إلى إسرائيل، هذا الملف الذي يثير الانقسامات الداخلية، هذا الملف الذي يعني هناك وجهات نظر حوله.
برأيكم كيف سوف يتم التعاطي مع هذا العنوان بالتحديد بعد هذه الفضيحة إن صح التعبير أو إن صح الوصف؟ ما بخفيك الموضوع مش سهل، يعني نحن بالهيئة بقعدتنا عارفين أن هذا الموضوع مش سهل علينا، هذا الموضوع قد يعتبره البعض أكبر مني، لكن هذا مش سهل علينا. ولكن بدي أسألك سؤال، أنا هلأ إذا إجي نتنياهو مثلاً مو جنسية الإسرائيلية، يمكن مو أكيد جنسية لبنانية، كلنا جايين من برا، إذا إجي على لبنان بجنسية الأمريكية يعني نحن لازم يفوت إنه ما عليه شيء؟ طب هول اللي بيقولوا عن المبعدين هن مش مبعدين، هول كانوا يمكن البعض منهم ببداية التحريك كانوا فارين أو عن خوف، ما في حدا اسمه مبعد، لأن ما حدا طلع لا على صعيد المقاومة لا على صعيد الدولة اللبنانية، بالعكس القضاء كان عم بيعطي أحكام مخففة جدا تقول لهم رجعوا على بلدكم، نحن بنحتضنكم وعفى الله عن المضى رغم كل الجرائم اللي ارتكبوها. اللي بيقول مبعدين هيدا في وراء لكما ما وراء البعض عاد بعرف وعملوا لقاءات وعملوا تجمعات وحدا من المرجعيون أطلق موقف عودة المبعدين اللبنانيين للبنان، وهذه ضمن سياق عودة هيدا أكيد، هالكلام كان تمهيد وتبرير لما حصل قبل واللي ما سيحصل من بعد، نعتبر هيك أسير محرر مش عم بتبنى أي جهة تانية، فما في شيء اسمه مبعد، في فرين. طب هالفرين في حدا يكون عمره 5 سنين وعشر سنين، طب هلا امبارح بالوسائل التواصل الاجتماعي طازت بصورهم، احدهم ضابط بالاركان الاسرائيليه لبناني، احدهم عامل حاخام ابراهيم ياسين عامل حاخام وتخلى عن جنسيته اللبنانيه، ارزي سعد حداد بالصواريخ وقالت بدي اضرب صواريخ انا على لبنان ودمر لبنان. طب انا كلبناني مواطن لبناني بعتبر لبنان هو وطن الكرامه والعزه والتضحيات من ايام زمان من ايام الاحتلال العثماني الاحتلال الفرنسي للبناني الاحتلال الاسرائيلي، طب كيف بدي برضى انا على نفسي مثل هاي الشخصيات ترجع؟ هو صاروا صهاينه، طب هول اذا رجعوا على المجتمع اللبناني بدهم يقولوا لهم والله نحن لبنان اعزاء، بدهم يقولوا لهم والله دوله اسرائيل، مش رح يقولوا صهاينه، ما الحل دوله ما الحل. اسرائيل فبدي اقول الموضوع المسار انه هو يبقى محصور بالموضوع القضاء وبموضوع عامر فخور وهيدا نحن اكيد مستكتين عنه، هلا بالبيان اللي رح نزيره رح نقول نحن رح نستمر بهالموضوع لمحاسبه السياسيين، نحن عم نشتغل حاليا على تجميع معطيات مين هالجهه السياسيه، نحن معروف لانها صارت واضحه، عم نجمع معطيات تنقدر بمرحله لاحقه هالجهه السياسيه اذا ما اعتذرت وتراجعت عما تقوم به واعتذرت عم حتى لو بيشتغل بطريقه سريه يعني ما بنقول يطلع بالتلفزيون لانه ما حدا بيتبنى هذا الموضوع بيتركه لو واحد بفشه خلقهم فيه، اذا ما تراجعت رح نوصل لمرحله انشهر بهالجهه السياسيه رح نرفع دعاوى وهالموضوع بالبيان هلا رح تسمعوه، مش رح نوقف عند الضابط ولا عند عامر فخوري ولا من سبقه ولا من سيلحقه، هو لهم دور سياسي امني بالبلد، جهه سياسيه صار في علامات استفهام حول وطنيتها. بس بدي وجه بعد كلمه مشان نستبق الامور، مثل ما تفضل اخينا انور انه موضوع الفساد بلبنان تفاجئنا انه بعض احد الرجال دي الذين نحترم ونجل جاروا لمكان انه هيدا فلان خط احمر، نتمنى من البطريرك ساعه البطريرك بشاره الراعي ما حدا يجروا لهذا الموقف يقول هو الخط احمر، لا جهه سياسيه خط احمر تعاطي معه ولا حدا ثاني، رجاء خاص منه كاسرى محررين. طيب أعود إليك سيدة أنور بسؤال أخير، البعض يطرح فكرة إسقاط الجنسية اللبنانية عن هذا العميل، وبما أنه يعني يحمل الجنسية الأمريكية فليذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل برأيكم هذا حل أم أنه يعني هذا جزء من المخرج الأمريكي اللي يتم الضغط من خلاله؟ هذا جزء من المخرج ومن الهروب من المحاسبة، هذا هروب من المحاكمة، وهذا الضغط الأمريكي يأتي لإعطاء يعني السلطة اللبنانية مخرج انه هو بما انه امريكاني اسقطوا عن الجنسية وبالتالي بتطلعوا انتوا ابطال اسقطتوا الجنسية وطلعتوه، طيب نحن اللي انسلخ جلدنا وتعذبنا وانقتلنا وتعلقنا على الاعمدة وانسحبنا شو بصير يعني؟ طيب بدكم نلحقوا لهونيك يعني؟ اذا بدكم نلحقوا لهونيك كمان لانه هيدا مارس جرائم بحق ابناء هذا الوطن بحق اسرى وشهداء في هذا الوطن، بنخليه يروح يعني هيك ياخذ عقابه ومن ثم جزء من العقاب هو اسقاط الجنسيه عنه، لكن العقاب لازم يكون هو الاولويه. بعدين حقول لك نحن شخصنا عملنا التشخيص انه دخوله هو ما اجى يعني هو جبان، هذا اللي تفضى من وطنيته من انسانيته من كرامته وارتبط مع الاحتلال، هذا الاحتلال فضاه من جوا من كل هذا وقدر يخلق منه مجرد اداه له طيعه بايد هذا الاحتلال. طيب بالتالي هو جبان يعني بحد ذاته هو ما في شيء اسمه كيان يعني هو لانه تابع والتابع دائما بيكون ضعيف هو تابع صاحب يعني القرار عند سيده.
طيب هذا لما نتجرأ وينزل على مطار بيروت ليدخل بالشكل القانوني، لو ما هو في جهة طمأنته وعملت له أرضية كاملة طويلة عريضة لأنه يطمئن على الأخير ما يكون عنده ولا نقطة شك أنه هو بده يتعرض للأذى، كان تجرأ إذن؟ ما كان تجرأ، وغيره. نحن عم نقول هذا التشخيص بخلينا نقول، وهذه مطالبة برسم كل من هو يسمع هاي الصرخة، يسمع هذا الألم منا. تتشكل لجنة وطنية موثوقة من شخصيات لها رمزيتها الوطنية، ويتم تكليف جهة قضائية سياسية بمتابعة هذا الملف من أول خيط إلى النهاية، وإعطاء الرأي العام اللبناني كل الحقائق على أساس نحن إما منكون بدولة عم تحترم آلامنا ومعاناتنا وبتاخذ حقنا مش طارنا، لانه نحن مش تقريين، نحن عم نقول في هذا مشروع سياسي خطير وعم بمس بمستقبل بحاضر الوطن ومستقبله، او انه نعود الى خيارنا المقاوم بتصفيه هؤلاء الجراثيم من جسم الوطن. وربما هذا ما اشرت اليه في خلال الوقفه امام قصر العدل، يعني قلت بان ربما الشعب سوف يحكم عليه اذا لم تقم الدوله بواجبها في هذا الاطار. شكرا جزيلا لك سيد انور ياسين، وانت الاسير المحرر، وايضا شكرا لك سيد احمد طالب، اسير محرر وايضا رئيس الجمعيه اللبنانيه للاسرى والمحررين، شكرا لكما. وايضا يعني الشكر للزميله بيسان طراف على نقل هذه الشهادات المؤثرة والموجعة في الحقيقة. نحن سوف نواصل مواكبة هذا الاعتصام في معتقل الخيام في جنوب لبنان، ولكن هذا التغطية حتى هذه الساعة وهذه اللحظات انتهت. إلى اللقاء.